شكشوكه بالصلصه. عندنا 10 بيضات ومش شرط ال10 بيضات، الحله عندنا اصلا صغيره وممكن ما اخدش ال10 بيضات، بس ارجع واقول على حسب عدد الافراد. احنا هنا ما شاء الله اللهم بارك يعني الشيفت الصباحي ده كده فوق ال50 60 نفر، فاكيد هبقى عامله اكتر كمان من ال10. عندكم انتوا بقى ممكن تعملوا 5 ممكن تعملوا 6 على حسب عدد الافراد اللي انتوا عايزينها. حطيت زبده وزيت معايا ايه؟ كيلو بصل مفروم، كيلو بصل مفروم. انا عايزه اقول لكم ان اصلا لما بنيجي نعمل الشكشوكه البياض بتاعها يعني البيضايه ما بتطلعش كامله، بتطلع الصفار وحواليه بياض، بس في بياض بينزل مع الصلصه، فلما بتيجي تاكلي بتلاقي ان البياض مع الصلصه، فتحسي ان انت عايزه تاكلي منه زياده. انا حاسه خير اللهم اجعله خير ان انا هحتاج الحله الاكبر من دي. عايزه الحله الاكبر بقى، بحر الحله الاكبر من دي. زبده وزيت، حطينا البصل، حطيت ملح وفلفل اسود، هنزل بايه؟ هنزل بفلفل حامي وهنزل بشويه من الكمون، واشوح ده كله كده شويه مع بعض. عندي الصلصه طبعا متسبكه وتمام وزي الفل. البصل الكتير دوت بيديكي تعسيره، تحس ان ايه، تقولك ايه البصل بتاعها، تحس ان هو مسكر. هو ده بقى اللي احنا بنشتغل عليه، حته ان البصل الكتير ده بيديكي نتيجه في منتهى الجمال. وارجع واقول تاني علشان الناس اللي هتقول لي يا نونا انت عارفه طبق البيض بكام، انت عارفه البضايه بكام، ما انت وانت وانت بالله عليكم، بالله عليكم والله العظيم مش انتوا بتشتروا الحاجات بفلوس وانا بجيبها ببلاش، يعني انا ما باخدش الحاجه مجانا من عند السوبر ماركت او من عند الجزار، والله العظيم زي ما بيدفعوا زي ما بتدفعوا زي ما بدفع، وزي ما انتم عندكم بيت ومصاريف واولاد وحياه، احنا كلنا هنا برضه عندنا بيوت ومصاريف وحياه محدش يعرف عنها حاجه، فاللي يقول على حد حاجه او عايز يتمنى ان العيشه بتاعته يشيلها زي ما هي بحلوها بوحشها. تمام؟ طيب البيض اللي حضرتك هتجيبيه دوت ممكن ما تجيبيش ال10 بيضات، ممكن تجيبي اقل، ممكن تجيبي على عدد الافراد الاسره اللي حضرتك عايزاها، مش شرط ان حضرتك تجيبي العدد اللي انا عاملاه. ولما باجي اعمل مثلا وصفه او اعمل مثلا كذا وصفه بلحمه او كذا وصفه بفراخ او الكلام ده كله، احنا في الاول وفي الاخر قناه طبخ، ما ينفعش ان انا اطلع ما اعملكيش اكل، فمش شرط برضو على حضرتك ان حضرتك تعملي كل الوصفات اللي انا بعملها في يوم واحد تعمليها في يوم واحد. انا بديكي افكار على مدار الشهر على مدار الاسبوع على حسب ما حضرتك عايز. نعم يا رغد، ثانيه واحده ندوق بس الحياء بتاعها عشان الصلصه بتبدا تنطر في وشنا، وايه عايزين ناخد لها ساتر كده عشان ايه لبسي ما يتبهدلش. بسم الله. عايزه حبه ملح وحبه فلفل اسود. بصوا بقى عشان افتح فيها البيض فانا هشيل كده، عشان انا لو فتحت البيض وهي على النار على ما اخلص فتح البيض هكون كل اتبهدلت. نقلب الملح والفلفل اللي احنا حطيناه، الحياء بتاع السبايسي بتاعها حلو مش وحش وفي منتهى الجمال. وهبدا اعمل كده، نعمل كده علشان نبدا ان احنا نفتح البيض ونغطيها ونسيبها على النار. فتحنا طبعا على العجه وشفنا شكلها عامل ازاي ما شاء الله اللهم بارك. بسم الله نعمل كده. بصوا انا عملت ايه، خلوا بالكم اللي انا بعمله، انا رفعت ايدي فوق علشان انا عايزه الضغط بتاع البضايه ينزل جوه الصلصه تاني، انا برفع ايديا فوق علشان الضغط بتاع البضايه ينزل جوه الصلصه، لكن انا لو فتحت البضايه بالراحه هلاقيها بقت عايمه على وش الصلصه بتاعتنا، لكن لا انا عايزاها تنزل كده اكني بدل ما اقعد اعمل حفره وهي مش هيتعمل حفره لان الصلصه سايله، فبدل ما اعمل حفره لا انا هخليها غصب عنها هي اللي تنزل جوه تاني. بسم الله برفع ايدي، الضغط شفتوا الضغط بتاع البضايه بيروح نازل على طول تاني. انت هنا اجي لك هنا عشان تشوفها، ماشي كده برفع ايديا واروح فاتحه مره واحده فبتنزل جوه الصلصه علشان ما تبداش ان هي
تبقى على الوش تاني. بسم الله اهو، لما بفتح مره واحده كده بتسقط جوه الصلصه على طول. بسم الله، شايفين؟ تحسوا ان انتوا عاملين حفره جوه الصلصه من غير ما تعملوا حفره بايديكم. بسم الله، النطره اللي بنعملها دي بتظبط لنا الدنيا جدا. هعمل هنا واحده كمان في النص وخلاص، بس كده. يبقى انا ما خدتش العشر بيضات، انا خدت سبعه بس. هبدا ان انا اغطي وارفع على النار بالراحه، ما هزهاش علشان البيض ما يدخلش على بعضه. انا عايزه اخد البيضايه واحده واحده زي ما هي، تطلع معايا سليمه، تطلع لي شكشوكه بتاعه ام نونه الله اكبر عليها. ثانية واحدة، لا بصوا انا رجعتها تاني، رجعتها تاني ليه؟ علشان وانا بشيلها من فوق مستوية، لكن البيضاية من تحت لسه نص سوا، فانا هعمل كده واحط تاني على النار عشان لما اجي اطلع البيضاية كاملة على بعضها تبقى كلها مستوية. ما ينفعش ان الوش بتاعها يبقى مستوي واللي من جوه لسه نص سوا. بص يا جيمي، البضايه استنى الفها لك كده، طالعه معاها الطماطم متسبكه بالبصل وتمام وزي الفل. نبدا ان احنا نعمل كده، احنا بقى بنطلعها على الطبق، كل واحد يطلع البضايه مع الصلصه كده. تعال نطلع دي اللي في النص دي كده، بالشكل ده. شايف البضايه طالعه سليمه مع الصلصه.